أتوقف شوي. هذا بابا يلي أخذته كان كل عيد يجيبنا هدايا، وإذا ما كان معه حق تياب جداد كان يروح يتدين ويجيبلنا. أنا وخيي منحبه كتير، وماما وتاتا كلنا منحبه. تعرف ليش؟ نحنا منحبه مو بس لأنه بابا، لأنه كان يحارب المخربين لحتى سوريا تنتصر. عم الموت ما كان فيك تنطر شوي، كان بده ياخذنا على الشارع ونطلع على قاسيون ونعيط بصوت عالي ونسمع الصدى. عم الموت وانت كمان رحت ما بدك تسمعني. ماشي، انا زعلت منك.